عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفات كويزين عيشه فلاح. اليوم غادي نديرو فقاس باللوز بلدي. كنحتاجو في هذه الوصفه عندنا 6 البيضات، 3 الكيسان ديال الزيت يعني بما يعادل زلافه ما عمراش، عندي 3 الكيسان ديال السنيده حتى هي زلافه ما عمراش، جوج خمارات، كاس ديال الزنجلان، معلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه مطحونين. عندي هنا 200 غرام ديال اللوز اللي مقطع ومفزق في المزهر، انا كنستعمل هذه الخنيشه لانها كونسونطري على المزهر. عندي هنا خنيشه ديال الزهر غادي نزيدها في العجينه، عندي فاني، وعندي كيلو ديال الدقيق من كيلو حتى الكيلو 100 على حسب النوعيه ديال الدقيق. ندوزو للطريقه، كندوزو كناخذو 6 الحبات ديال البيض، كنزيدو عليهم سكر سنيده، غنزيدو ديك الخنيشه الفاني، غنزيدو ديك الخنيشه ديال الزهر، غادي نخلطو هادشي مزيان غير بيدينا يعني ما محتاجين لا طراب لا والو. كنحاولو ندوبو ديك السكر سنيده هكا غير بين يدينا. بعد ما خلطت مزيان السكر والبيض غادي نزيدو الزيت، تقريبا 3 الكيسان ديال الزيت، غنخلطو تاني هاد الخليط مزيان. غادي نزيدو النافع، غنزيدو الزنجلان، كاس ديال الزنجلان، نخلطو هاد المزيج مزيان ونضيفو اللوز. بعد ما صفيناه من الزهر اللي بغى يدير اللوز صاين يديرو صاين حتى الوقيته ديال التقطاع، وراه كيتقطع مزيان خصو غير يفزك واحد اكثر من ساعه في الماء والزهر. دابا غادي نبدا نضيف الطحين بشويه بشويه، انا عندي هنا كيلو و 100 غرام، يقدر يهز كيلو يقدر يهز قل. حتى نحصلوا على عجينه اللي ما تكونش جاريه وما تكونش قاصحه. كنضيف الخمارات دابا وغادي نزيد ندلك هادشي مزيان حتى يتجمع عندي كلشي، ونجمعوا العجينه مزيان ما تكونش كتلصق وما تكونش قاصحه بزاف. صافي هنا جمعت الفقاس العجينه، هانتوما كما كتشوفوا ما قاصحاش بزاف وما ما جارياش بزاف يعني كتكون مزيانه هي هادي. هنا بقالي تقريبا واحد 200 غرام يعني هزت ليا كيلو، وهو هذاك يعني ما غنحتاج نزيد هادشي كامل. غادي نشكلهم دي بودان يكونوا متساويين، ندير 4 ديال لي بودان يكونوا متساويين، الكرات العجين ديالنا، وكنبداو نديروهم على شكل حرابل وحنا كنقادوهم. ملي كتبان لينا شي لوزه خارجه كنسدحو هكا وكندخلو اللوز باش ما يجيناش من برا باين. نعطيوهم شكل واحد، هكا ونحطو
الطاو، ندوز الحربو الاخر حتى هو نفس الشكل. هو على هاد الشكل هذا. غادي ندهنهم باصفر البيض مخلط مع شويه الكاكاو اولا شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. كناخذوا اصفر بيضه ونزيدوا عليها كاكاو، نخلطوا هاد الشيء مزيان. صافي دابا انا خلطت هذا الخليط هذا، الا جاكم شويه ثقيل زيدوا عليه معلقه ديال ابيض البيض، وغادي ندهنوا الوجه ديال هاد لي بودان ديالنا. وكناخذوا الفرشيط وكنبداو نديرو هكا دي زيكزاك حتى كنكملوا الطريقه كلها. بعد ما شكلت لي بودان ديالي كلهم بهذه الطريقه هذه ودهنتهم بالبيض وبالكاكاو، غادي ندخلهم الفران يكون بارد وما مسخونش على درجه حراره 100. الا كان عندك الفران ديال الضو يعني اقل 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 درجه حراره هي 100 اللي خصنا نديروا عليها هذا الفقاس هذا. الا كان عندك الفران ديال الغاز غادي تمهلي العافيه على اقصى درجه وتخلي تخلي البيض منفس باش ما يطرقوش ترتقوش لك هاد لي بودان هادو ويجيك الفقاس خايب في التكراد. دابا غادي ندخلهم الفران بارد. انا كنقولها النصائح هادو ضروري تاخذوا بعين الاعتبار ديالهم. الفران بارد على درجة حرارة 100، الفران الغاز حتى هو كذلك أقل درجة والباب منفس. الفقاس ديالنا ومن بعد ما خرج من الفران هانتوما شفتو ما كيتحلش نهائيا، ولكن خاصو المهل العافية مهيلة. دابا غادي نلويه في واحد الكتانة تكون شوية مرطبة بشوية الماء، منين نلويوها نرشو عليها شوية ديال الماء ونلويوها في البلاستيك ونخليو الفقاس ديالنا يبرد تماما تماما. اللي مزروب به راه غيديرو في الكونجيلاتور، واللي ما مزروش به راه غادي يخليه حتى لغدا ليه عاد يقطعو. نتلاقاو من بعد ما يبرد الفقاس ديالي ونشوفو التقطاع. الفقاس دابا من بعد ما كيدوز عندي ليله كامله وهو يا بيت، غادي ناخدو ونبدا نقطع. هذا هو البودان الاول، الاخرين هما هادو ها هما دو حدايا. يلاه بديت، بسم الله. كما كتشوفوا ما كيتفرتش نهائيا. الحق يكون عندكم السكين يكون ماضي. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتتبعوا جميع النصائح، لان الفقاس قد ما هو سهل قد ما هو بعد نوبات كيديرها بينا وما كنضبطوش المقادير مزيان، اولا في الفرن اولا بزاف ديال لي زاستيس اللي كيكونوا وما كنحترموهمش. انا غنكمل التقطاع ديال الفقاس ديالي كله، انتم شفتوا نكمل الكميه كلها اللي عندي ونستفو في اللاطه ونعاود ندخلو الفران يتحمر على درجه حراره مهيله باش الفقاس ديالنا ماشي غير يتلهب ويتحمر ولكن من الداخل كيبقى معجن
حنا خصنا الفقاس ملي ناكلو نحسو بالقرمشه. انا غادي نكمل ونستف هادشي في الطاوه. بعد ما قطعت كملت قطع استفتهم على هاد الشكل هذا، وغادي ندخلوه الفران يكون مسخن من قبل على درجه 160. واللي عنده فراس الغاز يدير غير العافيه مهيله حتى يتحمر، ونبداو كنقلبوا فيهم مره مره كنقلبوا فيهم حتى كيتحمروا ونتلاقاو مع الشكل النهائي. القاص ديالنا بعد ما كيتحمر كياخذ هذا اللون الذهبي ديال هكا محمر من جوج جوايع هكا وهكا، كنقدمو بالصحه والراحه لصباحيه العيد وللعائله يعني ضروري عندنا الفقيقسات في الطبيله ديالنا المغربيه. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه ناجحه 100%. قلكم الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.